السلام عليكم متابعين صفحة ديال الصباح. انا عاوتاني ليكم راهي الساعة 5، خليتها 5 سوايع وهي ماريني. دوك نديرها في بابي بور ونديرها في بابي الومنيوم ونديرها تفور بوندو اون اور، نحلها نشوفها اسكو طابت، نحيها ما طابتش نعاود نردها، نعاود نغلقها ونعاود نخليها تزيد تفور. هذه هي، الا حبيتوها تزيد تحمر ما عليكم، غير تحلوا البابي بور هذاك تاعكم وترموها في الكوشة، تشاولها من الفوق وتحمر لكم كما حبي حب خاطركم. نورمالمون 3 يكون كلش واجد بصحتكم وراحتكم. ما تنساونيش بالبارطاج والجيم وتكونوا ابوني. هذه هي شاهدكم بالجنة ان شاء الله. ما راكم تشوفوا ها هو جي ماغيني لي بياس تاوعي اللي راح نفورهم، راكم تشوفوا فوالا هاهم ومامون سوفيزامون. تحبوها تزيدوها اكثر من هذا الوقت ديرولها. نبداو على بركة الله، نديرو لا بياسة الأولى. بسم الله هكذا، ما نغلقهاش حتى نكمل كاع لي بياس تاوعي باش نكلط هدايا، نقسمهم كاع نعطيهم بالتساوي هذا لو غيست باش نديرو الداخل. ديك نخلي كل حبة نديرها كوطف نديرو في بابي بيغ وحدو، ومن بعد نسدو الله. يالله بسم الله على هكذا، ونغلقوه بإحكام ونعاودو بابي ألومنيوم هكذا. عندي 3 أطراف والغيست على صوص نقسمولهم بالتساوي في اللحم الداخل. هدايا كاع نقسمو بشوية بشوية ليزوطخ أطراف. الريحة تاعو راهي تشهي، قول رانا في رمضان نتشهاو. فوالا هاهي، دوك هدايا نقطوه كامل كوم دابيتيد ما نرمو والو، اونجيه دغيا. سي اون صوص راهو طيب معاها تماغيني هاهو. شوفو راهي خاكرة لاباس عليها، ندير شوية في البرومي وندير شوية في الدوزيام هي رايحة. من بعد نطموه هكذا، نديرو شغلين بيه باش متخدمناش لاصوص تاعو كامل تقعد لداخل، باش متخدمناش لاصوص تقعد لداخل هكذا. نجيب الورقة تاع الألمنيوم ونزيد نطمها فيها هكذا، نطمها هكذا ونخليها تفور اخاها في المشاهدة. نزيدو لوطخ بيس هكذا، نطموها شغل البوص شغل الكيما، نطموها هكذا باش ما تسيرش لاصوص، باش ما تسيرش لاصوص. نجيب الورقة الألمنيوم نلزمها فيها باش ما تسيرش، نغلقوها بإحكام هكذا ونخلوها بالسكم. راكو تشوفو لي درت 4 مورتو، نتوما حسب الافراد تاعكم. صحتكم وراحتكم، شهيتكم في الجنة، وكل واحد باش يحب ياكومبانيها. هاي لابوش تاعنا ولا الزيمة، نطبوها بإحكام هاهي. تولي عندنا ربعة، وشي حبيتو نتوما ديروها. هاهو الكسكاس اللي حنديرو فيها الفور ونغطيه نغطيوا ونديرو الفور لمدة ساعة. نحل ان باكي نشوفو اسكو طاب، نحب نزيد نحمرو نشعلو الكوشة من الفوق ونزيد نحمرو. نتوما واش حبيتو، هذه هي
علاش خيرت كسكاس كبير؟ باش تكون عنده اليد ساع وبعد ما يلمش ويفور في غلطو، ماشي نحط هذا فوق هذا، التحتاني يطيب والفوقاني ما يطيبش، هكذا خير. وانتوما ولاكم اختيها كيفاش تحبوا تفوروها. يعطيكم الصحه متتابعين صفحه زينب سباح، تابعوني على صفحتي عندكم دائما الجديد، وما تنساونيش بالجيم والبارطاج وابوني، واني حندير لكم لايف باش نتلقى كل لي كومونتير تاعكم اون ديريكت، وحبيتو تساؤلات نجاوبكم اون ديريكت. صحتكم وراحتكم، من بعد شوفوا الشكل النهائي تاعو.